شكرا سي جواد، شكرا لقناه الدار على هذه الاستضافه. وكما كتعرف معنا فريق الصحفي الرياضي المكناسي اللي هو شارك في هذا الدوري هذا واحتل وصل لسميتو الفينال وغادي يلعب مرتبه ثالثه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله جميع الصحفيين يلتفوا وراء هذا الفريق هذا اللي عطى واحد الاشعه ديالو وهنا في مدينه مكناس وفي جهه فاس مكناس. وعيد مبارك سعيد لك اخي جواد ولجميع المشاهدين ديال قناه الدار، ونتمنوا ان شاء الله نتلقاو في مقابله ان شاء الله اللي غادي تكون قويه للفريق الصحفي الرياضي المكناسي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين. تحية لمشاهدي قناة الدار والأخ جواد. أكيد تواجدنا اليوم في ملعب لافايت، عفوا لافايت، هذه مباراة ديال الفريق الاتحاد الصحفي الرياضي المكناسي، مباراة يعني الاستعدادية لمباراة الترتيب اللي شاركنا فيها في الدوري الرمضاني، واللي تلقينا دعوة من اللجنة المنظمة ديال هذا الدوري، هذا دوري المولي إسماعيل، الدوري في نسخته الثانية. الفريق الصحفي وصل نصف النهاية، لعبنا مع فريق متمرس اللي هو فريق إخوان الأصدقاء العربي، وانهزمنا بثلاثة لجوج يعني بهدف واحد كفريق. ولكن المهم هو ليس يعني النتيجة ولا الانتصار ولا، ولكن الأهم هو أنه هي فرصة للتلاقي، فرصة للتعارف، فرصة لنسج علاقات مع آخرين، فرصة للتعريف للفريق الصحفي المكناسي اللي ربما الآن أصبح عنده مكانة ليس محليا ولكن حتى وطنيا. تلقينا مجموعة من الدعوات لا في المغرب وخارج المغرب، وعندنا إن شاء الله بحول الله عندنا زيارة للشقيقة مصر، مباراة يعني مع الزملاء الصحفيين المصريين في مدينة القاهرة. كذلك هناك دعوة من فريق من فرنسا. الأكيد أنه نتمنى أن هذا الشيء هذا كامل يخدم للصحافه، ليس فقط الرياضه ولكن الصحافه ككل مدينه مكناس، ورجع ذاك التلاحم وذاك التاخير بين الاخوان جميعا. الاكيد ان كما قلت هذه مباراه تدريبيه اليوم، وموعدنا ان شاء الله في مباراه ترتيبيه يوم السبت ان شاء الله. شكرا. Je m'appelle Mamadou Mané. Je suis de la Guinée Conakry. Donc ça s'est bien passé, tu vois. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu d'incident, tu vois. Donc on remercie le bon Dieu. Et le tournoi s'est bien déroulé, tu vois. Donc on espère bien que la finale, on attend la finale la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment t'as passé le Ramadan ici au Maroc? Bon, très bien avec, avec la presse, et les amis, les frères, et ça a été bien passé, voilà. Alhamdoulilah. Donc, le Ramadan, ça a été bien passé, vraiment, voilà. C'était bien passé. Bravo, Mamadou. Ouais, merci. Avant de sortir, ne pas abonner à la chaîne YouTube, partager la vidéo, dire j'aime, et suivre le Dar sur les réseaux sociaux.